هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. وأكيد لا صار في معنا فقرة ذكرناها بأول الحلقة، وأكيد رح تكون إحنا عادة نعرف إنه في مطاردين لا طبعا الحالات الجوية والأعاصير، وخصوصا هذه الظاهرة منتشرة بكثرة في الخليج العربي. دائما نسمع عن رجال مطاردين للحالات الجوية، ولكن اليوم معنا صبية اسمها سارة الصايغ رح تحكي لنا أكثر عن تجربتها. سارة، بالبداية أهلا وسهلا فيك ببرنامج جوا، يسعد صباحك عن جديد. صباح الخير مرة ثانية، وحابين أكيد بالأول نعرف الجمهور عنك. تفضلي. أنا سارة حسن الصايغ، مصورة من الكويت. بالفترة الأخيرة وايد اهتميت بتصوير العواصف أو السيفير ويذر، تقريبا بلشت من 2011، بس عموما انا اصور طبيعه واصور مدن، هو سيتي سكيب ولاند سكيب. تمام. صار عاده الناس بس يسمعوا عن مطاردين الاعاصير بيخطر ببالهم دائما فئه الرجال، قديش مضبوطه او مغلوطه هاي الفكره؟ هو شوفي، هو مو مضبوطه. الستورم تشيسرز او مطاردين الاعاصير، مطاردين يعني هي كلمه، بس هي تضم فئه النساء وفئه الرجال. وايد نشوفه مثلا في، اذا شفتي فيلم تويستر، وهذا يعني من اكثر الافلام اللي كل مطاردين العصر يشوفونها، كان في رجل، كان في بنيه مره معه، يعني كانوا يعطاردون العصار نفسه. فالكوميونتي هذا كله يجمع وايد ناس، حتى الصغار بعد ترى هم يروحون يطاردون مع اهاليهم اوف كورس يعني. سارة، أنت دراستك شو بالضبط؟ يعني بتعلق بالطقس ولا إلها، ولا مثلاً هي تخصص مجال ثاني آخر بعيد كلياً عن الطقس؟ احكي. أنا تخصص بعيد تمام البعد عن أي شيء في طقس. أنا بكالوريوس محاسبة، يا باتشلر ديجري إن أكاونتينج، متخرجة من جامعة الكويت، بس اندمجت بالطقس يعني، لأن أنا أوردي كمصورة طبيعة لازم أعرف الطقس شنو، الغيوم، إذا في غيم، عشان إن أنا أكون صورة عن الطبيعة. وهم من خلال سفراتي برا، يعني برا الكويت بصور لاندسكيب، سيتيسكيب، دائما أهتم بالمناظر الطبيعية. يعني حلو إن أنا أصور مثلا منظر طبيعة، بس لما يكون في غيم، يكون في مثلا سانسيت، سانرايز، طبعا هم حالات البحر تهمني of course، يعني bits and pieces شويه بالطقس، بس ما تعمقت فيه كثر ما انا وايد متعمقه فيه الحين. طب انت كيف بلشتي تحسي انه انت عندك هوايه ملاحقه الاعاصير او الاجواء او الاحوال الجويه بشكل عام؟ كيف بلشتي تحسي انه عندك هذه الشغف او الحب لهاي؟ هو بلش معي بالصدفه. كنت طالعه مع زميل لي رايحين نصور سانست في 2011 26/3/2011، فكلمته قلت له عندي مكان حلو روف توب كذي، خل نروح نصور سانسيت ومكان جديد وهذا. فصعدنا روف توبس، حزتها بالكويت كان في اشاعات، كان في كلام وعاصفة، ما همني الموضوع وايد. فرحنا وانا قاعد اصور اطالع شيء من بعيد، اقول له شنو هذا، في شيء قاعدين، هل هذه غيمة؟ وسكت كذي، كان يقول هذه عاصفة. أنا استغربت، عاصفة؟ كان يقول لي حط الكاميرا والعدسة اللي تبينها وكل شيء قاعد نصور. فهي ليتنا كانت عاصفة ترابية، هي الهبوب يسمونها، وأول مرة أشوفها وانبهرت. كانت من أقوى العواصف اللي حاشت الكويت، وثقتها بيومها. زين، يمكن انا ومعالي وثقناها، يمكن الاثنين المصورين المحترفين اللي وثقوها باليوم، وانتشرت الصوره. يعني انتشرت بيومها، انتشرت وصلت لي
مصور بأمريكي هم هو ملاحق عاصر، بس طبعاً انتشرت عقب كم سنة كذي شوية. من يومها أنا انبهرت إنه يعني إحنا أكيد رح نعرض الصور يعني. إيه رح أعرض لكم الصورة، هو شيء يخرع وشيء حلو. نعم. يعني ميكس فيلينجز على قولتهم. أكيد. فصار معاي إنه أبي أعرف زيادة عن الطقس. أول شيء هو راح يهمني كباك جراوند حق التصنيع التصوير مالي اللاندسكيب، ثاني شيء أبي أوثق لأن أكيد في ظواهر طبيعية unnatural تصير، مثلا تصير بالخليج ممكن في يوم من الأيام، ممكن تصير برا الخليج. فمن يوم هو أنا وايد كنت منبهرة، حاولها أتعلم شوي مني منك، يمكن أسمع باكر مطر أروح أصور، أبي أصور أبي أتعلم، يعني كان كذي على قولتهم أبي أروح. بس عقب تقريبا 4 سنين أو 3 سنين الصورة شافها مصور أجنبي اسمه مايك أولبنسكي، هو مطارد عاصر هناك في أمريكا، وقعدنا نسولف. كان يقول لي أنا عندي تور المونسونز، ما كنت أعرف يعني مونسونز أقول سرايات، سرايات مطر وغبار وهذا المعروف عندنا متداول عندنا بالكويت. فقلت له بي، وفعلا سجلت معاه ورحت ب 2015 أول مرة بحياتي أروح بطارد أعاصير. فأنا ببالي أعصار تورنيدو، ما كنت أعرف هذه الأساسيات كلها. فلما رحت هناك كعطالة يعني سرايات نفس الكويت، غبار برق رعد، بس الغيم مختلف تماما. نعم. فسألته قلت له متى بشوف تورنيدو؟ طالعني كان قاعد يضحك يعني، بس مو ضحكة يدنا أنا ما أعرف. عشان يقول هذا موسم لحاله يكون في المدوست اللي هو البلينز اريا في امريكا. قلت له اوكي، وبس ومن عقبها قاعد نسولف. بعدين كان يقول امريكا، امريكا معروف كثير بالاعاصير، كثير كثير يعني بتصير على غفله الاعاصير. لا هو لوقت معين من يدش اللي هو الربيع، شهر من يعني هم شهر 4 إلى شهر 6-7. نعم. هذه الأشهر بالضبط 6 أشهر يعني في مصورين هناك، في ملاحقين من شتى أنواع دول العالم، من أستراليا، من 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 سلوفينيا، من وايد أماكن، كلهم بهذه الفترة يروحون لأمريكا يقعدوا هناك. في ناس تقعد 6 أشهر، في ناس تقعد شهر، في ناس تقعد 2 أسبوع. أنا يعني على قدي أروح 12 يوم شوي يعني مع هالشخص هذا. فلها حزة معينة هناك اللي هي الأعاصير اللي تكون تغيير الجو اللي هو البلينز إيريا، طبعا هذا غير عن الهوريكينز، في فرق طبعا. طيب سارة، السؤال إنه بتحسي إنه بالخليج العربي تحديدا خلينا نحكي بالكويت في مطاردات فتيات، يعني خلينا نحكي إذا نقارنهم مثلا بالعالم، نفس الـ خلينا نحكي مش نفس النتيجة، أو يعني خلينا نقول النسبة والتناسب موجودة بالخليج العربي نفس ما هي موجودة بالعالم، مثلاً بالوطن العربي بمناطق أخرى، دول أخرى بأمريكا بأوروبا بتحسي، أو مثلاً في يمكن مش كتير معروف إنه فتيات مطاردات للأعاصير والأحوال الجوية، شوفي إنه موجودة بكثرة بالخليج ولا مثلاً موجودة بأمريكا أكثر، موجودة بأوروبا أكثر؟ شوفي يمكن في، بس ما في تسليط الضوء عليهم. أوكي. عرفت شلون؟ في مثلا لما يعني خلال من 2015 انا اقول قاعد اروح امريكا عشان اطارد العاصر الى 2019 اللي هو بيفور ذا بانديميك، يعني 2020 ما قدرنا نروح، تسكرت العالم وسكرت المطارات. فمن 2015 ل 2019 لما كنت اروح كنت اشوف مطاردات من شتى انواع العالم، اللي يولج من مثل ما قلت استراليا، واللي يولج من يعني كندا، يعني حتى كانت معنا واحدة من كندا هي ما تطارد بس ها في مطاردات بكندا، زملاء لي يعني أعرفهم، تعرفت عليهم بالكوميونتي هذا كله. في وايد عنصر نسائي في دول أخرى يصورون، يعني أنا ريسنتي تعرفت واحدة على واحدة من سلوفينيا تصور توثق عواصف وعاصير بسلوفينيا، بس أنا ما سمعت شخص أقول يجمع بين اللي هو البروفيشنال فوتوغرافي مع الستورم تشيسينج بالخليج. إذا في أنا أبي أعرفهم، يعني أنا ودي أعرفهم صراحة،
وانا صار يعني... صار نفسي اعرف مين كمان صراحه. حبيبتي عرفتي يمكن في بس انا ما ادري ويمكن ما في يعني، خصوصا ان هذا المجال خطر نوعا ما يعني، ما راح اقول سهل نفس مثلا يعني الواحدة تروح تصور باستديو ولا تروح تصور يعني عراس، it's totally different thing يعني جدا خطر، ولازم يكون في وايد علم، تكون عارفة وايد أشياء. عمرك سافرتي على دولة تانية أو على بلد تاني حتى مثلا تلحقي أو تصوري أو توثقي حالة جوية أو إعصار معين؟ يعني سافرتي مخصوصي مخصوصا لهذا الموضوع؟ هو إيه مثل ما قلت بس بأمريكا كان يعني سفراتي في الفترة الأخيرة بال خلينا نقول 6 سنين اللي طافت 5 سنين اللي طافت مفروض هالسنة يعني قاعدة أروح بس أمريكا، بس أهم في خطط يعني مثلاً قاعدة أقول لك هو كوميونتي، فبالكوميونتي هذا تعرفين مثلاً ناس الحين أعرف ناس بكندا فبيني وبينهم سوالف، ها خلاص أنا أخلص التشيسينج أمريكا فيصير عقبها على طول شهر 7 يكون بكندا، يكون عندهم هناك تورنيدوز يعني شيء أول مرة أشوفه، ومثل البنت اللي تعرفت عليها بسلوفينيا الحين عندهم مثل موسم السرايات نفس الشيء يعني شهر بعد شهر أو شيء كذي، فودي أروح هناك أعرف ناس بألمانيا وأعرف ناس بإيطاليا يعني في المكان هذول اللي أعرفهم. صح. انا صار يمكن شوي بحس اني عم بقاطعك بس مش القصد، بس لانه زوم فعمليا حسي الصوت ابعد ليوصل يعني، ف احنا نسالك انه اكيد تعمل هذه علاقات اجتماعيه يعني كبيره مزبوط من كل انحاء العالم، بتشوفي يعني دايفرسيتي عالي، بتشوفي انه في بتصيري اصحاب او عندك معارف كثيره من جنسيات مختلفه يعني عربيه او اجنبيه. عربيه عندي معارف بس مو المعارف اللي أنا مثلاً أتوجه لهم، لأن الأمانة اللي قاعدة أروح لهم هناك هم مصورين، بعدين عرفت لي يكون في تبنين ثقة، تعرفين هم شنو راح يسوون شنو تخطيطهم يعني. أنا لما رحت ب2015 خصوصاً مع مايك يعني يخطط يعني يقعد يشوف المابس ويطالع ويحط فترة زمنية، احنا هذا الاسبوع 8 أيام أو 10 أيام راح نروح نصور، راح نروح نشوف مثلا باليوم هذا وين احنا راح نكون، اغلبهم هناك كذي. هني ما في مثلا، ما بيقول شخص جامع الشغلتين مع بعض انه ممكن يقدر يسوي شيء، اذا في ما عندي اي مشكلة انه انا اروح. في ناس مثلا بعمان قالت لي تعالي، بس عرفت اللي يصير في شوية تخوف، ها عمان هل راح يكون سيف ما راح يكون سيف؟ والأمانة ترى أنا قبل أروح أمريكا يوقعني على ورقة إخلاء مسؤولية إنه الأي لأن جدا خطرة، بس هناك عرفت اللي حاط خطة مثلا في exit plan، دائما عندهم شيء اسمه exit plan، إذا صار أي شيء أو لا سمح الله ممكن يصير أي شيء لازم في exit plan. اي يعني هذا عرفتي، لا هم الاخلاء مسؤوليه انه مثلا انت جايه على مسؤوليتك وانت واعيه ان هذا الشيء خطر وممكن اي شيء يصير، فانا على انه انت مسؤوله عن شو ما صار معاكي، انت مسؤوله عنه. اي لانه هو هناك عندهم قوانين عرفتي مثلا ما اخذ معه احد ويعني وايد قوانين كثيره. طب ساره شو احلى مشهد او حاله جويه صورتيها يعني اثرت فيكي؟ جو أول حالة اللي هي أحلى حالة، أحلى مشهد أو أحلى حالة يعني أجمل مشهد أنت وثقتي. راح أعطيك حالتين، أول حالة اللي هي سبب هذا كله اللي هي العاصفة الغبار اللي ضربت الكويت 2011، زين الصورة اللي موجودة راح تشوفونها بعد شوي، والثانية كانت ب 2018 إذا ما خانتني الذاكرة، كانت بنبراسكا، كنت رايحة هناك مع مايك وكانت أتوقع الرحلة 6 أيام، طبعاً اللي يتابعون الطقس راح يعرفون إنه ممكن يكون 6 أيام أوكي 6 أيام راح يكون في عصير، بس حزتها صار معاي إنه بالست أيام هذه كان في 3 أيام ما سوينا شيء يعني خلاص الجو تغير، ما في مثلاً ما في الجيت ستريم اللي يانا ويساعدنا وهي بوش الستورمز ولا شيء، فصار في ان اتوقع انه يوم الخميس
قلت له خلاص رجعني، احنا يكون في التقائنا بولايه معينه، فكان حسيت التقائنا في دنفر. قلت له خلاص رجعني دنفر، انا راح اجر سياره واتمشى، بس يوم الخميس انا راح اجي معاك او الفولو يو، يعني انا لما اروح احنا نكون كنا بسياره واحده. فقلت له انا راح اجي افولو يو. فرحنا هناك وما كنا متوقعين ان هم نوعهم اللي هو الستورم بريدكشن سنتر مال نوا عندهم هناك متخصص يحط خريطة أمريكا وين المارجنال ريسك اللي هو يكون ثاندر سيفير ثاندر ستورمز ولا مثلا سلايت، يعني عندهم هذا الأخضر الأحمر نفس ما احنا قاعد نشوف الحين هالأيام بالخليج قاعد يسوونه بعد. فرحت هناك وقاعد نطارد، ففجأة وأنا قاعدة أطارد وحاطة الكاميرا بالداش كذي قاعدة أصور أشوف غيمة أنا أول مرة أشوفها، يعني أنا شفت سوبر سيلز، شفت اللي هو في شيء إحنا يعني متداول عندنا UFO اللي هو سوبر سيل اللي صرنا كأنها سفينة فضائية. فشفت هذه كأنها كيكة، كأنها كيكة سينامون كذي فوقي، وقاعدة أصور له وعرفت اللي منبهرة. فقاعدة أترك له يعني أترك له بالليت يعني يشوفني ترى فيه، فعرفت اللي قاعد يصير كذي. كان طريد يعني صفاتنا. فقعدت أطالع وأحنا قاعد أصور بالكاميرا، هي قاعد أصور وأنا حاطة إيدي على الكاميرا قاعد أصور، قاعد أطالع إنه يعني هذا شيء أول مرة أشوفه، يعني هالضخامة هذه. وكانت تحسين إنها وايد قريبة، حلو وايد، كان يوم ما ينسى يعني صراحة. طبعًا غير الأيام اللي أنا كنت مصورة فيها التورنيدوز، طبعًا ما أنسى أول تورنيدو حقي. أكيد في كتير عصير وحالات جوية. طب سالم من وجهة نظرك ليش الفتاة بالوطن العربي ما بنلاقيها كتير بهذا المجال؟ وإيش تنصح البنت أو الفتاة اللي حابة عندها هذه الهواية وحابة إنها تمارسها، بس يمكن عندها شوية تخوفات أو عندها شوية ما بعرف أفكار دراسة مغلوطة عن قصة تعبيش، وإحنا مجتمع شرقي رجل وإنسة ضل عندهم شوية فكرة إنه هذه مش تدرس. شو بتنصحيهم؟ وإنتي من وجهة نظرك ليش ما بنلاقيها بكثرة؟ شوفي احنا هنا بالوطن العربي يحكمنا العادات والتقاليد، يعني مثلا اول ما بلشت التصوير كمصوره طبيعه وايد كانت حكر على العنصر الخشن، عنصر الرجالي. ففي بنات مشوا بالموضوع بس بعدين وقفوا، كون ان مثلا تضايقوا او ان مو سهل انهم يتنقلون، مو سهل انهم يسافرون. أنا الأمانة واجهتني هذه الصعوبات كلها، أنا مثلا السفرة كأن أنا بنت بروحي أسافر كانت شوي صعبة، بس مع الوقت كسبت ثقة أهلي وريتهم ترى هذا شيء أنا وايد أحبه وايد أنا مهتمة فيه وايد يسعدني، يعني ولا تحاتون أنا راح أكون بأيدي أمينة وراح دارة بالي. يعني أنا أنصح كل بنية الشيء اللي هي تحبه يعني تاخذ ثقة أهلها أولاً وتوريهم ترى شوفوا أنا أقدر أسوي هالشيء، هذا ماكو شيء صعب، يعني في كل مجالات حولنا بالطب بالهندسة حتى المرأة موجودة وتبدع، ماكو شيء مستحيل على البنية. كل ما في الموضوع إن هي تدير بالها تدرس الموضوع هذا، مثل بالطقس تعرف الخرائط، تعرف شلون تقرأ الخرائط، ما يمنع إن هي تسأل ناس مختصة بالموضوع، أو مثلا تتجه حق الأرصاد الجوية في دولتها تقول لهم ودي أقابل شخص مختص يفهمني يعلمني. العلم حلو يعني صح، يقولون اطلبوا العلم ولو في الصين ما بيخلص، ما إلنا عمر ولا إلنا. يعني أنا للحين يعني خلال سفراتي لأمريكا كنت تخيل يعني كلهم يتحدثون إنجليزي إنجليزي، فأنا ألقط مني لين ما صار في فترة في شخص قال لي لازم تقعدين مع هو هاوي طقس، ما راح أقول شخص يعني يشتغل بالأرصاد لكن هو هاوي طقس الله يذكره بالخير أخوي محمد الأنصاري، قلت له بقعد معه. قعدوني مع هالشخص لأن أشوف تغريداته بتويتر، أشوف هو شنو يكتب، فعرفت اللي حسيت أنه هو يقدر يوصل لي المعلومة اللي أنا بيها. قعدت معاه قلت له فهمني هذه شنو ومتى أقرأ هذه الخريطة وشنو أشوف باليوم الفلاني أي موديل أشوف، يعني عرفت اللي نشفت ريجه مثل ما إحنا نقول، سألت أسئلة وليه اليوم أسئلة ليه اليوم أقول له
الحين موسم السرايات شنو أشوف شنو أنت تشوف، يعني يكون في حوار بيننا أعرف. وهم يعني ما يمنع أن أنا أشوف مثلا الأرصاد الجوية عندنا بالكويت. سارة، ظاهرة جوية أنت نفسك تشوفيها ولسه ما شفتيها؟ نفسك تشوفيها ولسه ما شفتيها؟ اللي هي السبرايتس اسمها، أشوف صور في أمريكا، وشفت في مصور بسلوفينيا اسمه ماركو مصور ظاهرة السبرايتس اللي هي مثل شرارة حمراء تصير بعد العاصفة، العاصفة لما تروح تكون بعيدة فتصير شرارة حمراء. هذه قريت عنها شوي ودي أصورها، ودي حيل أنا أوثقها. بس تخلص الكورونا إن شاء الله على خير وبلش الناس يقدروا يسافروا، وين حابة تكون وجهتك ال يعني الثانية للتصوير؟ استيل أمريكا راح أروح، بس في big plans يعني حقها إن شاء الله لما تخلص كورونا إن أنا راح أروح أمريكا إن شاء الله تخلص آمين آمين قد أدعي إن شاء الله. فالخطة إن أنا راح أروح أمريكا أو بوثق استيل راح أوثق، لأن كل يوم إعصار، كل يوم شكل غيم، كل يوم تورنيدو غير. وبروح كندا زين، وهم ودي أروح سلوفينيا وسوري كرواتيا وإيطاليا. هم لازم تيجي على الأردن، لازم تيجي على الأردن في منطقة اسمها وادي رم، لازم تيجي وتصوري هناك، رح تحسي حالك بمنطقة يعني كأنك بحلم. لازم هذه وادي رم يعني من زمان أبي أروح لها كلاندسكيب، بس صراحة خلاص عيل وادي رم يعني من الأماكن اللي ودي أروح لها، ودي أوثق لما يكون في حزة العواصف عندكم هناك بوادي رم، لأن يعني ما شاء الله لا إله إلا الله مكان جدا جميل. بس تيجي إن شاء الله أحكي لنا، في لك هنا أكيد أهل ونأخذك ونخفك ببرتون عزيزة وغالي، والله ما قصرت كمان قصص عن جد يعني، يعني ما شاء الله سبحان الله كيف مليان أشياء عن جد تنبهري. خلص كلمة أخيرة بيوم طبعاً يوم المرأة العالمي سالمة، وإن شاء الله كل يعني كل امرأة في العالم تكون بألف خير. شو بتحبي توجهي كلمة أخيرة للمرأة؟ طبعاً أول شيء أقول لهم كل عام وأنتوا بخير، كل عام أنتوا أقوية، ما في شيء مستحيل على المرأة، المرأة تقدر تسوي وايد أشياء. فلا تسمعون لا، الشيء اللي تحبينه سوي، درسي عرفي وأبدعي فيه، لأن المرأة مبدعة جداً. يعني في ناس يقولون يعني أنا بالنسبة حقي اخترت أن أنا أدش بهالمجال، أبي أشوف الناس، أبي الناس تشوف الطبيعة بعين المرأة وليس فقط عين الرجل، لأن حتى إحنا لنا نظرة للطبيعة للتصوير، حتى إحنا نبدأ، حتى إحنا بإمكاننا إحنا نبدأ، فما في شيء مستحيل على أي أحد. الشيء اللي تحبين أسويه وأبدعي فيه. أكيد إحنا يعني نعرف إنه المرأة بالعالم عندها طاقات رهيبة، وأكيد نجحت بكافة المجالات. سارة أنا أتشكرك كثير، استمتعت معك بالحوار، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى، وأتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك، إن شاء الله تخلص كورونا على خير وتسمحي بتسافري وين بدك. احتفقنا أولها على الأردن، تيجي أولها على الأردن إن شاء الله. شوفي وادي رم جاي وبعدها إن شاء الله. مشكورين ما قصرتوا يعني. إن شاء الله سارة، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله تكمل على خير ويسعد صباحك عن جديد. شكرا لكم أول شيء، طبعا شكرا لكم أنتم كلكم على هالشرف اللي أعطيتوني إياه، مشكورين وايد، صباح الخير. يسعد صباحك، شكرا لك سارة. متابعينا خليكم معنا، فقراتنا مكملة ولكن بعد الفاصل. هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت.
المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال.